السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا جماعة. في الفيديو ده هنشوف غرزة بالمنظر ده. شايفينها عاملة ازاي؟ دي غرزة اسمها فوق زجزاج سيد ستيتش. يعني ايه؟ شفتوا؟ عارفين غرزة الرزة او اسمها سيد ستيتش اللي بتبقى عاملة كده؟ هي دي نفسها بس على هيئة زجزاج، ما بينها غرزة سادة جيرسي. الغرزة سهلة ونتيجتها حلوة يا جماعة، وسهلة كمان. الباترون بتاعها هو جنبها زي ما انتوا شايفين، بتعمل على 8 أسطر تكرار 8 أسطر، بتتعمل على مضاعفات 10 زائد 1. في الباترون ده زي ما انتوا شايفينه هو عامل، بصوا لغاية هنا 5، ده رقم 5 وده 10، يعني دول 10 غرز، وفي غرزة زيادة بتضيفوها. تكرارات 10 يعني 10 زائد 1، 20 زائد 1، 30 زائد 1، 50 زائد 1، زي ما انتوا ايه عدد الغرز بتاعتكو، تقبل القسمة على 10 وبتزودوا غرزة في الاخر. هعمل انا عينة من 20 زائد 1. ده الباترون سهل وبسيط. بيتكون اهو من مربع فاضي اللي هو نت، يعني ما يقولك كي او نت دي معناها غرزة عدلة. والشرطة دي اهو شريحة هنا قايل بيرل او رمز بي، بيرل يعني هنعمل غرزة مقلوبة بس، يعني بتتألف من غرزة عدلة غرزة مقلوبة. بنمشي على الباترون كل الاسطر بقى، مش فردية وزوجية، الفردية والزوجية، بنمشي على الباترون. الغرزة سهلة وجميلة وبسيطة للي طالبين. كانت في بعض مشاهدات القناة بيطلبوا الغرز السهلة البسيطة عشان حتى المبتدئين يعرفوا يعملوها، في نفس الوقت بتعملي بيها بلوزة، تعملي بيها اي حاجة بلوفر، النتيجة جميلة. بتنفع الغرزة دي هتعملي بيها بلوفر، بلوزة، صدر بلوزة بس، كل البلوزة والكم وكله والظهر، او حاجات للاطفال، فهتنفع لحاجات كتيرة. يلا نبدأ الفيديو خطوة بخطوة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الغرزة يا جماعة. وانا اشتغلت عينة اهي مضاعفات ال10 مرتين زائد 21 غرزة، وعملت 8 أسطر. وهبدأ معاكم من السطر الاول تاني. خدوا بالكم بس يا جماعة، عايزة اوضح حاجة، ان الباترون ده السطر الاول المربعات الفاضية زي ما قلنا غرزة عدلة، والمربعات اللي فيها شرطة دي مقلوبة، ده في وش الشغل. السطر التاني في ظهر الشغل، مش هنبتدي من هنا، السطر التاني هنبتدي من هنا. والمربع الفاضي ده في ظهر الشغل في الأسطر الزوجية هنشتغلها مقلوبة، خدوا بالكم. واللي فيها الشرطة دي هنعملها عدلة. هو في حبة لخبطة، يعني الفيديو ده افتكرته سهل في الأول ان همشي كده على الباترون، لا طلع لا، اللي هي الغرزة المربعة الفاضية عدل وش الشغل، لكن لما نشوفها في الأسطر الزوجية كده هي مربع فاضي هنعملها مقلوبة، والشرطة دي في ظهر الشغل نشتغلها عدلة بالعكس. وضح لكم بس النقطة دي. أول سطر هبدأ تاني أنا من أول سطر، هنبتدي أول سطر عادي. مربع الأبيض ده هنشتغل غرزة عدلة، واللي فيها شرطة مقلوبة. بعدين أدي غرزة عدلة، غرزة مقلوبة، هي دي اللخبطة في الباترون ده، بس هو سهل بس ايه عشان في عدل ومقلوب كله، يبقى عدل مقلوب عدل مقلوب عدل مقلوب، بعدين 4 عدلين، 1 2 3 4، وبكده يكون ال10 غرز خلصوا. 2 4 6 8 10 كده باترون الغرزة. هنقعد نكرر بقى، ابتدي اكرر من اول غرزة. اخر غرزة هنا العدلة دي هعملها في اخر السطر، اللي هي مرة واحدة في اخر السطر. ابتدي غرزة عدلة مقلوب عدل مقلوب عدل مقلوب، بعدين 4، واخر غرزة اللي بنكررها في اخر السطر بس عادل. هشتغل بقى كل الغرزة اللي باقية دي، لان عاملة تكرار 10 مرتين، والغرزة اللي بتتضاف في الاخر.
واخر غرزة اهي عدل. مشكلة بقى في ظهر الشغل، خدوا بالكم ظهر الشغل هو السطر التاني اللي هي الاسطر الزوجية. هنيجي من هنا ونشوف الغرزة المربعة ابيض فاضي دي، هعملها بقى مقلوبة. خدوا بالكم في ظهر الشغل في الاسطر الزوجية تبقى مقلوبة، يعني انا هشوفها مقلوبة كده، احاول اعملها مقلوبة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، خمس غرز مقلوبة. وبعدين اللي فيها شرطة في ظهر الشغل اشتغلها عدلة، يعني حسب ما اشوف الغرز اهي اشتغلها عدل. ادي واحد عدل يبقى عدل مقلوب عدل مقلوب. اشتغلنا اول اربع غرز مقلوبين، واحد اتنين تلاتة اربعة. وبعدين واحد اتنين تلاتة اربعة، واحد اتنين تلاتة اربعة. وبعدين انا غلطت برضه على فكرة، المفروض دي عدلة. يعني ايه؟ يعني السطر التاني الزوجي في ظهر الشغل همشي من هنا واقلب الغرز اللي هي مربعة ابيض فاضي هتبقى مقلوبة، واللي فيها الشرطة العدلة هتبقى عدلة. من هفك هم اربعة بس مقلوبين، واحد اتنين تلاتة اربعة مقلوبين. بعدين واحدة عدلة واحدة عدلة مقلوبة عدلة مقلوبة ثلاث مرات، عدل مقلوب عدل مقلوب عدل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بعد كده الاتنين اللي في الاخر مقلوبين، واحد ما مش هكرر دي واحد بس، واجي هنا اكرر دول تاني اللي هما الاربعة، اربعة مقلوبين، واحد اتنين تلاتة اربعة مقلوبين. اللي فيها شرط اعملها عدلة، واحد عدل مقلوب عدل مقلوب عدل. بعدين اتنين في الاخر دول اشتغلهم مقلوبين، دي يعني هتتكرر مرة واحدة في السطر المقلوب في اخر الشغل بس مقلوب. ده السطر التاني، يا رب تكونوا خدتوا بالكم من السطر التاني ده، لان لو بصيتوا للبطرون هيلخبطكم. المهم يعني ظهر الشغل بنشتغل المربع الفاضي نشتغله مقلوب، واللي فيها شرطه نشتغلها عدله ظهر الشغل. وش الشغل هنمشي تبع البطرون هنا بالسطر التاني، هنبداه مع بعض. السطر التالت اقصد، هنبدا السطر تالت عادي مربعات البيضة اشتغلها عدل، اللي فيها شرطها مقلوبة. نبدأ السطر التالت، السطر التالت هنا تلاتة عدلين تلاتة عدل، واحد مقلوب واحد عدل، واحد مقلوب واحد عدل، واحدة مقلوب اتنين عدل. وبكده يكون العشر غرز خلصت، اتنين اربعة ستة تمانية عشر. ابدأ تاني واكرر، واحد اتنين تلاتة عدلين، بعدين واحد مقلوب واحد عدل ثلاث مرات، واحد مقلوب واحدة عدل، واحدة مقلوبة واحدة عدل، واحدة مقلوبة اتنين عدلين، واخر غرزة اللي بتتكرر مرة واحدة في اخر السطر عدل. كده السطر التالت. نبدأ السطر الرابع من ظهر الشغل،
هنبدأ السطر الرابع يا جماعة من الشمال من هنا وهنعكس المربعات البيضة دي، هنعملها مقلوبة ودي نعملها عادل. نبدأ يعني بمعنى أصح اللي هنشوفه مقلوبة اهو هنعمله مقلوب. ادي 2 مقلوبين واحدة عدلة واحدة مقلوبة واحدة عدلة واحدة مقلوبة واحدة عدلة. بعدين هنا دول هسيب دي مش هكررها لان هعمل التلاتة دول مقلوبين، واحد 2 3 هكرر تاني هسيب اخر غرزة مش هكررها في اخر السطر. ابتدي تاني 2 مقلوبين واحدة عدلة، الشرطة اعمل عدلة، واحدة مقلوبة واحدة عدلة واحدة مقلوبة واحدة عدلة. 4 غرز اللي في الاخر مقلوبين، يعني هعمل 3 ادي مقلوبين واخر غرزة بعملها مرة واحدة اللي هي في اخر السطر هعملها مقلوبة. فهمتوا يا جماعة؟ مشكلة في السطر التاني اللي هو في ظهر الشغل بالطريقة دي. هنشوف السطر الخامس وش الشغل اهو. السطر الخامس همشي مع البطرون. السطر الخامس 1 1 2 3 4 5 5 غرز عالين. اهم هنا زي ما يكون في لفة اتعملت، معلش انا اسفة. ناخد بالنا بس، ادي 1 2 3 4 5 يبقى السطر الخامس اوله 5 غرز عليه. 1 2 3 4 5 واحدة مقلوبة واحدة عدلة واحدة مقلوب واحدة عدلة واحدة مقلوب كده 10 2 4 6 8 10. اجي مش هاخد دي هخليها في اخر السطر، بس هاخد الخمسة العدلين 1 2 3 4 5. بعد كده اكرر واحدة مقلوبة واحدة عدل واحدة مقلوبة واحدة عدل واحدة مقلوبة واخر غرزة بعملها مرة واحدة في اخر السطر عدل. كده السطر الخامس هنشوف مع بعض. شايفين بقى بدأت الغرز تبان زيك. هنشتغل بعد كده السطر السادس. هنشتغل السطر السادس من الناحية الشمال من هنا وهنعكس الغرز المربع الأبيض. هنشتغله مقلوب، نشتغل 2 مقلوبين 2 واحدة عدلة اللي فيها شرطة، واحدة مقلوبة واحدة عدلة واحدة مقلوبة واحدة عدلة 1 2 3 3 مقلوبين 1 2 3. مش هشتغل اخر واحدة، هشتغلها مرة واحدة في اخر السطر. كده اطمن ان هم 10 2 4 6 8 10. كده بطرون الغرزة ما كررش اخر واحدة، وابتدي تاني من الناحية دي اشتغل 1 2 بعدين واحدة عدلة
واحدة مقلوب، واحدة عدلة، واحدة مقلوب، واحدة عدلة، تلاتة، وآخر واحدة بكررها مرة واحدة، يبقوا أربعة. اشتغلهم مقلوبين، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، مقلوبين. ده السطر السادس، اشتغلته من الناحية الشمال في ظهر الشغل. أجل السطر السابع أهو، اشتغل في وش الشغل، همشي ادي تلاتة عدلين، تلاتة بالغرزة العدلة، وبعدين المشارطة دي هشتغلها مقلوبة، واحد مقلوب، واحد عدل، واحد مقلوب، واحد عدل، واحدة مقلوبة، اتنين عدلين، وكده العشرة خلصوا. مش هشتغل اخر غرزة، هشتغلها في اخر السطر، وابتدي اكرر من اول السطر، واحد، اتنين، تلاتة، واحدة مقلوب، واحدة عدل، واحدة مقلوب، واحدة عدل، بعدين واحدة مقلوب، تلاتة في الآخر عدلي، واحد، اتنين، وآخر واحدة بكرر في آخر السطر بس عدل. ده السطر السابع. هنشوف مع بعض السطر الثامن. نبتدي السطر الثامن من ظهر الشغل، هبتدي من ناحية الشمال وهبتدي أشتغل، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، مقلوبين، بعدين واحدة عدل، اللي فيها شرطة دي اشتغلها عدلة، واحدة مقلوبة، واحدة عدل، واحدة مقلوبة، واحدة عدل، واحدة مقلوبة، اللي هي مشتغلش اللي في آخر السطر. ابتدي اكرر من هنا تاني، تلاتة، أربعة مقلوبين، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، بعدين واحدة عدلة، واحدة مقلوب، واحدة عدلة، واحدة مقلوب، واحدة عدلة، اتنين بقى المربعات الفاضية دي اشتغلهم اتنين مقلوبين، واحد، اتنين. ده السطر التامن في دار الشغل. بكده خلص بطران 8 أسطر. بيكون مش عارفة باين الشكل زجزاج من غرزة الرزة كده. هنا بس الغرزة هنا وسعت شوية، مش عارفة واضحة ليكوا ولا لا. هكرر بقى 8 أسطر كمان مرة او مرتين، وهرجع لكم تبان الغرزة تكون بانت اكتر، شكل الزجزاج بغرزة الرزة كده. بيكون ده شكل الغرزة يا جماعة، عامل كده بدأت تظهر. يعني هي بتبقى بسيطة، يعني غرزة بسيطة قوي، شايفين ده شكلها. يا رب يكون الفيديو عجبكم والبطرون تمشوا عليه وتكونوا فهمتوه وتنفذوها. ومع السلامة، نتقابل فيديو جديد ان شاء الله.